الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل حديث استئذان ملك الموت على النبي صلى الله عليه وسلم صحيح؟ الحمد لله، هذا الحديث لا يصححه أهل العلم رحمهم الله تعالى، فهو حديث ضعيف. ونبه العلماء رحمهم الله تعالى على أن تخيير النبي أو الرسول عند الموت أمر ثابت بالأحاديث الصحيحة المشهورة، وأما استئذان ملك الموت على النبي صلى الله عليه وسلم فإننا لا نعلمه ثابتا في حديث يصح، بل الأحاديث الواردة في ذلك كلها ضعيفة، حكم عليها العلماء بالنكارة والوضع. فمن تلك المنقولات في هذه المسألة ما يرويه علي بن الحسين عن أبيه في قصة طويلة فيها ذكر استئذان ملك الموت على النبي صلى الله عليه وسلم ومخاطبته له، وهذه القصة رواها الطبراني في المعجم الكبير، وفيها رجل يقال له عبد الله بن ميمون القداح وهو ذاهب الحديث، وكذلك حكم عليه الحافظ العراقي في تخريج الإحياء، والإمام الحافظ ابن حجر رحمه الله في بعض مواضع من كتبه، وأيضا حكم عليها بالضعف والنكارة الإمام ابن كثير كما في البداية والنهاية، والإمام الألباني رحمه الله حكم عليه بأكثر من ذلك، وهو أنه قال هو حديث موضوع. وكذلك الحديث الآخر الذي يرويه ابن عباس رضي الله عنهما وفيه ذكر استئذان ملك الموت على النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه، وهذا الحديث رواه الطبراني في المعجم الكبير، ولكن فيه رجل يقال له المختار ابن نافع وهو ضعيف ومنكر الحديث. فإذا لا يثبت شيء من النقول المفيدة استئذان ملك الموت على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الذي ندين الله عز وجل ونعتقده هو أن تخير الأنبياء عند الموت أمر ثابت، وهو خصيصة من خصائصهم، وقد ثبتت به الأدلة الصحيحة الصريحة، والله أعلم.